انه في غرزة في الكروشيه التونسي اسمها لطيف قوي، وهي غرزة الزرار. فعليا بجد اسمها كده. دي بقى غرزتنا النهاردة. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رمضان كريم وغرزة جديدة ان شاء الله تكون سهلة وبسيطة جدا. الغرزة كلها قايمة على غرز اخدناها من قبل، وهي شبيهة قوي بغرزة النسيج مع غرزة الدروب ستيتش او غرزة الاسقاط. فعليا كده تحس ان هي ميكس ما بين دي ودي، وشوية تحس ان هي مركبة ولكنها بسيطة جدا. وقت ما نفك الكلكعل فيها بتكون ابسط ما يكون. وطبعا ما فيش كان يعني مركب قوي اكتر من غرزة النسيج، وانتوا فعليا اتقنتوها، عملتوا منها شغل روعة. شفتوا انا على الانستا وشفتوا في حتة تانية كتير، وما شاء الله يعني مبدعين. فاكيد اكيد الغرزة دي مش هتكون بالنسبة لكم مركبة اكتر من الغرزة اللي فاتت. فيلا بينا نبدأ. اول حاجة هعملها طبعا الخيط ده، هو الخيط اللي انتوا شايفينه حاليا. هستخدم معاكم برضو ابرة رقم 4.5، وتقدروا تستخدموا ابر احجام تانية. كل اللي انا هعمله هعمل عقدة البداية اهو، واي عدد من السلاسل. طبعا اسم الغرزة بالانجليش لو حابين تبحثوا اسمها بوتون ستيتش. ده كده حلو من السلاسل. عايزين ندلع نفسنا شوية. غرزة جميلة، وتقدري تعمليها في بطانية، كارديجان، ايس كاب. الغرزة تحفة، تبان كمان ان هي مفتحة بسيط ولكنها بتدفي جدا. فما تعتمدوهاش خالص للصيف، لا هي غرزة شتوية بجدارة، فيها بعض الخروم الخفيفة خالص، وده مش هيضر بالعكس، لان هي فيها تجميع شوية غرز وتحسوا ان هي فارغة كده، ولكنها لا يعني بتدفي قوي، بالذات لو استخدمتوا اصواف سميكة عن الخيوط الرفيعة من ظهر السلسلة كده. ظهر السلسلة اهو، ادخل واسحب. طبعا الناس لسه اول مرة مبتدئة، بصوا يا جماعة، ادي وش السلسلة بيكون عامل زي الضفيرة كده، لكن ظهرها بيكون فيه زي انبعاجات خفيفة كده. انا بدخل في الظهر ده، اخد السلسلة واسحب. بعمل الحركة دي ليه يعني؟ هي مش زيادة تعقيد ولا حاجة، ولكن بتخليلي الاطراف بتاعتي نظيفة، بالذات لو هعمل كوفية، هعمل ايس كاب، هعمل اي حاجة، وحابة بعدين ان انا احط هنا مثلا شراشيب او بليسيه، بتكون المسألة اسهل بكتير من ان انتي تاخدي من السلاسل كده وتكوني مريحة دماغك. لان لو خدتي من السلاسل بالطريقة دي اهو، بصوا بتخلوا السلسلة عاملة كده. شايفين طرف السلسلة هنا؟ اكيد مختلف عن هنا، فانتي وراحتك. اخدت كل السلاسل بتاعتي على الابرة، ودلوقتي هرتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض بالشكل ده. شايفين؟ طبعا مش محتاجة اقول، دروس تعليم التونسي فيها كل التفاصيل عن الابر، اصف في البداية وبعض الغرز، طريقة مسكة الابرة، كل ده موجود هناك. تقدروا تروحوا على اللينك الموجود في صندوق الوصف. اول حاجة بقى زي ما بقول لكم، فيها شبه شوية من غرزة الاسقاط على غرزة النسيج، وهتشوفوا دلوقتي الشبه فين. طبعا الناس اللي ما تعرفش الغرز دي اساسا برضو موجودة في صندوق الوصف، احنا مش سايبينكم، بالعكس، ومش محتاجين ان انتوا تروحوا تتعلموا الغرز دي عشان تتقنوا الغرزة دي. الكلام ده مش مظبوط، احنا بس بنقارن على اساس ان احنا يعني نوصل المعلومة اكتر. هاخد طرف السلسلة طبعا كده كأني عملت غرزة بسيطة. اوكي، هروح بقى هنا على الفارق اللي ما بين كل غرزة والتانية اللي هي هنا. تمام، برضو هروح كده اخد غرزة معايا كده تاني اهو، طرف السلسلة، واسحب الكمة من هنا واسحب. هفضل كده لنهاية الصف اهو. تمام، لو ملاحظين عدد الغرز على الابره زاد جدا، وتحديدا هيكون ضعف العدد اللي انت ابتديتي بيه. بس ما تقلقيش، لان طريقه السحب برضو في الغرزه دي مختلفه شويه عن ما احنا متعودين. هي بتمشي صفين صفين، وكل صفين بيكونوا مختلفين عن اللي قبلهم، ولذلك هي بتتكون الغرزه بتكون فعليا شبه الازرار الصغيره بتاعت زمان اللي هي البونبونيه خالص دي. طرف السلسله، ادي القمه اهي، بصوا بتكون ما بين الغرزة والغرزة، في هنا طبعا العمود اللي هو بيكون ماسك الغرز، بدخل برضو فيه واسحب طرف السلسلة
تمام، جينا لنهاية الصف. المفروض بقى ان احنا يعني نروح ناخد اخر الصف وخلاص؟ لا، اكيد برضو هنروح على القمة اللي فوق دي، اللي هي العمود اللي ما بينهم ده اهو، السلاسل اللي هي مجمعاهم اساسا. برضو هروح اخد واحدة، شوفوا بدخل ازاي، اسحب ومن هنا كده طرفين السلسلة. انا بحب اخد طرفين، لو انتي برضو حابة تاخدي طرف واحد براحتك، زي حكاية هنا برضو بيكون هنا، الاطراف بتكون شكلها نضيف يمين زي شمال. ارتفع سلسلة، والمرة دي بنسحب ثلاث سلاسل مع بعض، يعني كده دخلنا على غرزة الصدفة مع غرزة مع الغرزة البسيطة، وشوية كمان هندخل على غرزة النسيج. ولذلك انا بقول لكم دايما ان انتوا اخدتوا الاساسيات، مش محتاجين اي حاجة تاني. ليه؟ لان كل الغرز بعدين اللي بتيجي بتحسوا ان هي ميكس كده ما بين غرزة وغرزة غرزة وغرزة، فده بيكون لي غرز مختلفة تانية. ولكن اساسيات دايما غرزة النسيج، غرزة الكلية، غرزة العدلة، غرزة الشبكة، الحاجات دي هي اساسيات. الباقي كله بقى بيتكون تبعا للغرز اللي انتوا شفتوها او سمعتوا عنها. اسحب واطلع من ثلاث سلاسل. بصوا بقى، اللي على الابرة دي اللي هي بسحب منها بتتحسب من ضمن التلاتة، تمام؟ ادي كده واحد اتنين تلاتة، اوكي، واحد اتنين تلاتة. فين بقى التلاتة عشان برضو نكون فاهمين؟ يعني شايفين سلسلتين من دول وواحدة اهي، لو ملاحظين اخر واحدة دايما هتلاقوها واحدة، يعني لو لقيتي ان هي اتنين يبقى انت في حاجة مش عاملاها صح. طبعا هي ملهاش اي علاقة بعدد الغرز اللي على الابرة، هي ليها علاقة بالطريقة اللي انت شغالة بيها. يعني لو اشتغلتي مرحلة معينة غلط هيطلع معاكي دي مش هتكون اتنين كده، هتكون تلاتة او اكتر. دلوقتي بقى الصف اللي انا هشتغله هيكون مختلف تماما عن الصف اللي احنا بدأنا بيه ده، ركزوا معايا. طرفين السلسلة اهم، شايفين كأننا دخلنا على غرز النسيج، صح؟ هو ده بالظبط. اسحب طرفين سلسلة كده واسحب. لو ملاحظين احنا ما رحناش على القمة من هنا خالص، وده الصف اللي احنا دايما دايما هنشتغل فيه كده، مش هنروح على القمة ولا هنجمع عدد سلاسل واحنا بنسحب اهو. طرفين السلسلة واسحب. بصوا طرفين السلسلة هنا ماليش علاقة بالظهر، ما بيشتغلش اساسا مع الظهر خالص، اوكي، ركزوا معايا اهو. طرفين السلسلة اسحب بالشكل ده، شايفين طرفين سلسلة اسحب. اخر حاجة في الجانب ارتفع سلسلة، وده لازم. طيب دلوقتي وانا هجمع يعني ثلاث سلاسل واسحب والكلام من ده؟ لا خالص، هسحب كل اتنين مع بعض زي ما احنا متعودين بالشكل ده. ده صف يعتبر بيكون ارتفاع ما بين الصف اللي فات والصف ده، اوكي، اساس تكونوا بس فاهمين قصدي. هتشوفوا دلوقتي حالا زي الصف اللي بدأنا بيه بالظبط، لما بيكون عندي السلاسل بالطريقة دي بعمل الطريقة اللي انتوا شفتوها، طرف السلسلة واسحب قمة من هنا، شوفوا كده، واحدة طرف السلسلة واسحب القمة من هنا واسحب بالطريقة دي كده اهو. وطبعا ما ينفعش ننسى واحدة منهم، لا طرف السلسلة ولا اللي هنا في القمة. بشتغل فين عشان نكون فاهمين؟ بشتغل هنا في اطراف السلسلة اللي انتوا شايفينها دي، اطراف السلسلة اهي بعدها من فوق من هنا، تمام اهو. يبقى كل طرف من دول بشتغل فيه، وكل قمة من هنا دي بشتغل فيها، تمام؟ يعني السلسلة واللي ماسك السلسلة، السلسلة اهي، وبسحب اللي ماسك السلسلة فين؟ ايوه اللي هو ما بين المربع والتاني، اكيد في هنا حاجة ماسكاها، هي دي برضو بدخل فيها كده وبسحب. نهاية الصف دايما لازم برضو نروح الاول على القمة دي، ارتفع سلسلة، والمرة دي مش بسحب كل اتنين مع بعض، المرة دي بسحب كل تلاتة مع بعض اهو، لفة، ادي واحد اتنين تلاتة،
تمام، لفة، واحد، اثنين، ثلاثة. اوكي، كل ثلاثة مع بعض اللي على الإبرة بتتحسب، واثنين من اللي في الصف نفسهم لحد ما اوصل لنهاية السحب، ودي بتكون بداية صف جديد. لو شفتي انه اخر واحدة انت مش بتسحبي واحدة، معنى ذلك ان الغرزة بتاعتك فيها خطأ. هتلاقي بقى ايه الخطأ اللي بيظهر معاكي، ان في تناقص في بداية الغرزة من هنا او من هنا، هتحسي ان في حاجة داخلة لجوه كده، او الغرزة بتاعتك طلع كده ممطوطة من تحت، معنى ذلك ان في زياده من تحت، لكن الغرزه بتاعتك بعدين ماشيه صح، وده هيكون في خطا معاكي في الغرزه. ده الصف اللي هو فيه تبديل، اهو طرفين السلسله دول، وبسحب. طبعا ماليش علاقه بالخلف نهائي، مش بشتغل من الخلف. اخر حاجه اهو في الجانب، ارتفع سلسلة وبسحب المرة دي كل اتنين مع بعض. طرف السلسلة اخدناه، والقمة من هنا اللي هي بتكون ما بين كل مربع والتاني، اللي هي الحتت دي بدخل فيها زي ما انتوا شايفين. اخر حاجة طبعا انا اخدت القمة خلاص اللي هي هنا قبل اخر سلسلة، ودي برضو مهمة، من غيرها الصف هيكون معايا في نقص في الشكل. ارتفع سلسلة بعد ما اخدت اخر حاجة من هنا، ودي مهمة، ارتفع سلسلة برضو، بعدين اسحب ثلاثة 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 بالمحسوبة معايا اللي على الابرة دي، وكمان اتنين من هنا. يبقى صف بنسحب ثلاثة، صف بنسحب كل اتنين مع بعض، وصف بناخد فيه اتنين اللي هو احنا شغالين فيه حاليا، وصف تاني بناخد فيه اتنين مجمعين كده ونسيبهم على جنب. اهو ادي صف اهو بناخد فيه اتنين كده، صف بناخد فيه طرف وطرف من فوق، فهو ده بس الاختلاف اللي في الغرزة. بسحب كده، وطبعا بما اني عايزة اقفل الغرزة، وده مهم لان احنا هنشتغل الغرزة دي ونستخدمها كمربع في البطانية، فباخد كده طرفين السلسلة. ويفضل دايما ان احنا نختم في الصف ده، ما نختمش في الصف اللي فيه تلاتات، على اساس انه الشكل معايا يكون متناسق. طرفين سلسلة واسحب بالشكل ده كده لنهاية صف، وبكده غرزتنا تكون اتقفلت وخلصناها. غرزة سهلة، اسمها عجيب شوية ولكنها غرزة مميزة جدا لعمل اي كارديجان بلوفر. هي تبان ان هي مفتحة ولكنها مقفولة وسميكة، ولكنها تظل من الغرز اللي هي ملهاش سمك زي الغرزة العدلة، خفيفة كده وليها تفاصيل كتيرة منقوشة ولكن نقشتها على الهادي زي ما انتوا شايفين، حتى تقفلها بسيط وسهل بالطريقة دي اهو. وادي اخر سلسلة من الجانب بالشكل ده، وخلاص كده غرزتنا اتشطبت. زي ما انتوا شايفين شكل الغرزة قد ايه جميل، مميزة وكمان متماسكة. للناس اللي كانت بتسأل على غرز مناسبة لبطانية، ده شكل الغرزة اللي انا اعتمدته للبطانية، قد ايه شكلها حلو مميزة قوي، وهي اسمها غرزة الازرار او الزرار، على اساس ان البنزات الصغننة دي يعني بتكون الشكل الخاص بالموضوع ده. طبعا مش اغلب غرز الكروشيه التونسي يعني اسم على مسمى، هم اخترعوا الاسامي دي، احنا بنعتمدها بس عشان نفرق شكل الغرز. مميزة قوي، سواء ألوان غوامق سواء ألوان فواتح، تقدري تعتمديها في الملابس مش بس في البطانية. شكلها قد ايه حلو، تصلح للأطفال وتصلح للكبار. كده يكون غرزتنا خلصت. لو عجبكم اللي احنا عملناه النهاردة لايك وسبسكرايب، وفعلوا جرس الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوني على الفيس والانستا لو حابين. مع السلامة، باي.